نضال الطيف يستعد لإعطاء شارة البداية لهذا الكلاسيكو. تنرجع عليه بالأرقام أكثر، قبل 10 سنوات باش نبداو نحكيو شوية، قبل 10 سنوات النجم الرياضي الساحلي كان أو النادي الإفريقي كان متقدما في عدد الانتصارات على النجم الرياضي الساحلي. ثم تمشي الكرة للغدامسي، الغدامسي يرفع الكرة في منطقة جزاء النادي الإفريقي، ودربك في دفاع النادي الإفريقي أمام القوافل الرياضية بقفصة. كان تقريبا أحسن لاعب في النادي الإفريقي، كرة لكينغسلي في العمق وما يحسنش الترويض كينغسلي إيدو. أحمد خليل لكن مازالت الإتوال، ورامية البدوي بداية مباراة فيها برشا ديشي تكنيك، برشا باسيت غلطين بين الفريقين، وهفوة هفوة من علي جمل في العملية الأخيرة، لكن من حسن حظه وأنه الكرة يعني مشيت رمية 6 أمتار. السويسي وصل كرة راشد العرفاوي، راشد العرفاوي، راشد العرفاوي، كينغسلي إيدو، كينغسلي إيدو، كينغسلي إيدو، تسديدة أولى وعلي جمل، علي جمل على مرتين، كانت قوية تسديدة لكن كان متمركز في المكان المناسب، الرولونس نتاع علي جمل ما كانتش مناسبة في المقابل، وتمشي تماس النادي الإفريقي، وبسام إصرار في يتعدى بسام، بسام إصرار في قبل ما تخرج توزيعة، ويطيح كينغسلي إيدو، وتمشي رشاد العرفاوي، رشاد العرفاوي ما فماش لمسة يد، يقول نضال طيف، يتعدى رشاد العرفاوي، لا يقول فما لمسة يد ومخالفة للنجم الرياضي الساحلي. للتوزيع وغيث الصغير يقص الكرة، تمشي لكينغسلي، كينغسلي إيدو مع حمزة الجلاصي بكل قوة، وإنذار، إنذار يعتبر وأنه فما تهور من حمزة الجلاصي بيون افون، ومخالفة ربما للإعادة. تعطينا أكثر تفاصيل على شنو صار بين اللاعبين، على ما يبدو إصابة قوية لكينغسلي إيدو. سلامات لكينغسلي إيدو، وورقة صفراء أولى في المباراة من نصيب حمزة الجلاصي مدافع ليتوال. بصراحة البرمجة تنجم تكون خير برشا، وتنجم يعني أكيد نتفهم وأنه إنذار، إنذار يعني. سعيد السايبي كان حازم جدا وصارم، الحكم نضال الطيف مباشرة ينذر سعيد السايبي. العرفاوي، العرفاوي اون دو مع السويسي، يتعدى العرفاوي في ساعة، يسترجع الكرة للنادي الإفريقي، وتوزيع للإصرار فيه لكن الكنترول، ترويض ما كانش محكم من الإصرار فيه، لأنه يعني كان تقريبا وجها لوجه الإصرار فيه. راقي، راقي العواني يرفع في مناطق الجزاء، والعبدلي ما يخوش الكرة بالراس، أسبق منه عامر العمراني، هذا على اقصى تقدير طبعا اذا ما صارت شيء حاجه اخرى. يرفع الكره غيث الصغير في القائم الثاني، وكره خطيره للنادي الافريقي لكن مخالفه على غفران النوالي، نفذ بسرعه المخالفه اصيل الجزيري، اصيل الجزيري، تسديده من اصيل الجزيري، وفرصه للنجم الرياضي الساحلي، التسديده الاولى في المباراه للنجم الرياضي الساحلي. 18 متر النادي الافريقي، غفران النوالي يرفع الكرة عالية، غفران النوالي كنترول من جاك بي، عكسية الكرة ومتفطن، متفطن معز حسن، بس مصرار فيه، يرفع الكرة في منطقة الجزاء ناحية كينغسلي إيدو، يطيح كينغسلي إيدو، ونضال الطيف يقول ما فيها والو. أمامنا إعادة العملية أوضح، هو كان فما التحام الحقيقة، قريبة نسبيا من مناطق الجزاء يمكن 20 متر على أقصى تقدير، بعيدة على مرمى الحارس معز حسن. أصيل الجزيري أو الغدامسي، أصيل الجزيري، تسديدة من أصيل الجزيري، تضرب في الحائط أصيل الجزيري، ترجع له الكرة، فرصة ثانية، وتمشي رمي التماس للنجم الرياضي الساحلي. وفعلا في هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم نضال الطيف على نهاية الشوط الأول. الشوط الأول انتهى بنتيجة 0-0 بين الفريقين، مريناش في حاجة كبيرة الحقيقة، يعني تسديدة بتسديدة من خارج مناطق الجزاء، حصيلة الحصيلة الهزيلة للشوط الأول. ترجع له من النوالي، فما زوز كور فوق أرضية الميدان، سيدي بي يرفع الكرة عالية، ترجع من دفاع النادي الإفريقي، هجوم معاكس، بسام إصرار في، بسام إصرار في ناحية العرفاوي، العرفاوي يتعدى العرفاوي، وتدخل، تدخل من حسام بن علي، ويساوي ورقة صفراء، ورقة صفراء، واحتجاج من لاعبي نادي الإفريقي طالبوا بورقة حمراء، يعني على أساس وأنه رشاد العرفاوي كان يتجه إلى المرمى على دفاع النادي الإفريقي. يرفع الكرة رقي العواني بالراس، خطيرة، خطيرة، ومعز حسن ما
معز حسن يحط الكرة في الركنية، أخطر كرة في المباراة للنجم الرياضي الساحلي، كرة في الدوزيام بوتو بعيدة ثم رأسية النوالي على ما يبدو، ومعز حسن بارتماء يحط الكرة في الركنية، ياخذ الكرة من جديد معز حسن ويعكس الهزمة للنادي الإفريقي. تمشي العرفاوي، رشيد العرفاوي، مراوغة من رشيد العرفاوي، رشيد العرفاوي إلى بسام السرارفي، هجوم معاكس النادي الإفريقي، بسام السرارفي، بسام السرارفي شاعم بالكرة في الـ 18، بسام السرارفي يرفع الكرة لأحمد خليل، أحمد خليل كنترول في مناطق الجزاء، أحمد خليل إلى رشيد العرفاوي، يرجع دفاع النجم الرياضي الساحلي، يرفع الكرة وبالراس، خطيرة كانت من بسام السرارفي، البلوك اقل برشا، سيد الجزيري يرفع المخالفه وحمزه جلاسي ما يخلطش على الكره وتمشي هجوم معاكس للنادي الافريقي. الحمروني 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 حمروني تمرير غيث الصغير، توصل الكره رشيد العرفاوي، رشيد العرفاوي، رشيد العرفاوي الى غيث الصغير، فرصه النادي الافريقي، غيث الصغير والهدف الاول، والهدف الاول للنادي الافريقي، غيث الصغير يفتتح النتيجه في الملعب الاولمبي بسوسه. هذا اللي قلنا عليه، النادي الافريقي يعتمد على الهجومات المعاكسة، ثلاث اربع لمسات، غيث الصغير يلقى نفسه وجها لوجه مع الحارس علي جمل، بيان بلاسي يحط الكرة في شباك الحارس علي جمل، هدف لصفر لصالح النادي الافريقي مع ما طلع دقيقة 60. أرضية للحمروني، كان هذه الإعادة في آخر العملية، تومبوريزا العرفاوي استنى لابيل نتاع غيث الصغير، غيث الصغير وجه لوجه يبلاسي الكرة بالانتيريور، ما ينجم يعمل حتى شيء علي جمل، جبالي يرفع الكرة، راقي العوالي، فيني بونغونغا، وفرصة للنجم الرياضي الساحلي ومطالبة بضربة جزاء، والطيف نضال الطيف يقول لا وجود للمسة يد على توفيق الشريفي ولا وجود لضربة جزاء. ديفياسيون بالراس من راقي العواني، وصلت الكرة لفيني بونغونغا اللي ترويض، ثم لهنا فما مطالبة بضربة جزاء، ونزال الطيف يقول لا وجود للمسة يد، بالطبيعة لكم الحكم على العملية الأخيرة، واضحة الإشارة متاع نزال الطيف، يعطي الإشارة نزال الطيف وسامع بيد وفوق مرمى الحارس. غيث الصغير مراوغة من غيث، غيث صغير يرفع في مناطق الجزاء خطيرة، وعلي العمري في مرة أولى، ثم الزعلوني راقي العواني، ومازالت كرة النادي الإفريقي السويسي، مراوغة أولى وتمريرة للعرفاوي وتمريرة للسويسي، ومحاولة تمرير لغيث الصغير، جاكم بي متفطن، جاكم بي وتدخل من السويسي يفك الكرة، فماش مخالفة، علي العمري، علي العمري وغيث الصغير، غيث الصغير شيعمل بالكرة، غيث الصغير الزعلوني يندو مع غيث الصغير، وأقرب للكرة علي جمل ياخذ كورته وتمشي لحسام بن علي أمامنا جماهير النجم الرياضي الساحلي. كان النهائي القاري الثاني في رولين، نتبع العملية، أسامة عبيد وهدف التعادل، العبدين اللي عدل النتيجة للنجم الرياضي الساحلي في دقيقة 83، تماس ينفذها الخدامسي وتمشي الكرة لأسامة عبيد، وتوزيع على المقاس من أسامة عبيد، ديتونت ممتازة من العبدلي، وما يخلي حتى فرصة لمعز حسن ويتمكن من تعديل النتيجة مع مطلع دقيقة 84، هدف لهدف بين النجم الرياضي الساحلي والنادي الإفريقي. الحقيقة في وقت الحديث على نجاحات النجم الرياضي الساحلي مع رئيسه عثمان جنيح، عملية مباختة من النجم الرياضي الساحلي، وصلت فيها الكرة لأسامة عبيد، توزيعة ممتازة وديتونت ممتازة ورأسية يعني لا تصد ولا ترد من العبدلي في شباك معز حسن، وهدف لهدف بين النجم الرياضي الساحلي وضيفه والنادي الإفريقي. إلى جاكم بي مرة أخرى، جاكم بي يرفع الكرة عالية، فرصة الهدف الثاني لخدامسي في مناطق جزاء النادي الافريقي، توزيعة من جاكم بيه في عمق دفاع النادي الافريقي، والخدامسي كان وحده، وضربة رأسية يتألق في التصدي لها معز حسن، فرصة هدف ثاني للنجم الرياضي الساحلي. إلى الخدامسي، الخدامسي ناحية فيني بونغونغو، حب يرفع الكرة بالحارس،
معز حسن وما زالت العملية. حسام بن علي وسام عبيد ثم جاك مبي، جاك مبي تمريرة مباشرة في التماس، وفي هذه الآونة بالضبط يعلن نضال الطيف على نهاية كلاسيكو النجم الرياضي الساحلي والنادي الافريقي بالتعادل هدف لهدف. غيث الصغير افتتح النتيجة للنادي الافريقي في دقيقة 60، وعدل النتيجة النجم الرياضي الساحلي العبدلي في دقيقة 83.